خلصونا بقى. شكرا يا ابني. وادي المحلل اهو. مضينا الشهود. ولا انت عارف لو لعبت بديلك انا ممكن اعمل فيك ايه؟ لا 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 يمكن طبعا يلعب بديله، ده الراجل بتاعنا كده ولا ايه؟ خدامكم اهو. ايه يا عريس؟ مالك مخدود ليه كده؟ مخدود؟ لا ولا مخدود ولا حاجه، انا جاهز. جاهز يعني ايه؟ لا مخدود. اه مخدود. يا لهوي ده انا مخدود، ما خلصنا. انت مستعجل كمان. مستعجل؟ انا مستعجل. هو اللي قال. متحمس. متحمس يعني ايه؟ انا زي ما انا ما قلتش حاجه. هو حضرتك لغايه ليه؟ ما تكتب بقى الكتاب وتخلصنا. يلا يا جماعه يلا اتكل على الله. توكلنا على الله. جواز مبارك ان شاء الله. الف مبروك يا جلد. ازيك عامل ايه؟ متشكرين يا مولانا. يلا يا بيه تيجي تطلق بكره ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الف مبروك. شكرا يا مولانا. في ايه يا مولانا؟ مش تقول حق ربنا؟ انا علشان ارجع له لازم جوازي من المحلل يبقى حقيقي. مراتك حلوة قوي. حضرتك انا مش فاهم يعني قوي. انا فهمك. يا ريت. الست لما ترجع لجوزها بعد ما يطلقها ثلاث مرات في شروط، منهم انه المحلل ده جوازه منها يبقى بجد. طبعا انتوا فاهمين انا قصدي. انا فاهم. اتجننتي ولا ايه؟ ايه يا شر اللي بتقوليه ده؟ احنا مش اتفاهمنا وانتوا اتصالحتوا والدنيا بقت تمام؟ وانا رجعت في كلام، الجواز لازم يبقى حقيقي. هقول ليه؟ ممكن تستهدي بالله وبلاش عنده ومشيها مظبوط عشان نخلص ونرجعكوا لبعض. انا قلت اللي عندي. شوف لك بقى حته تبات فيها للصبح، اوضه في اوتيل ولا حاجه. نعم يا اختي. شفتها دي في فيلم زوج تحت الطلب بتاع استاذ عادل امام. وعجبك الفيلم؟ تحفه تحفه. يبقى على موته. ايه ده؟ انت بتهددني؟ ليه؟ على الله تقول يا جماعه ما تستقروا وبعدين تقولوا لي، عشان انا كده كده ميت. تموت وانت جوزي بجد ولا على الفاضي؟ انا محتار بصراحه. يابا انا اريحك من الحيره واقتلك. ايه يا شيري؟ ما توحدي الله بقى وما تعنديش، ما تصغرناش قدام عيل زي ده. انا قلت اللي عندي. خلاص يبقى اقتله. اقتله اجيب غيره عادي. هو قميص. ما كفايه بقى يا جماعه ده عصبي باظ. شفت بقى؟ انت لو بتحبها فعلا تتنازل شويه واعتبر اللي حصل ده كبوه يخليك بعد كده ما تتسرعش في الطلاق. انت بتقول ايه يا بدو؟ بقول لك لو بتحبها فعلا تنازل شويه واعتبر اللي بيحصل ده كبوه. انت هتعيدي الكلام ما انا سمعته. خلاص يا عم اطمن واهدى بقى، هو مش هيقرب لها وعلى ضمانتي. ازاي؟ ولا هتقرب لها؟ طب لو هي قربت؟ تبعد عنها يا خفيف. تبعد عنها بمزاجك ولا خليك تبعد بطريقتي؟ هتعمل ايه؟ انا بعد اللي بيحصل ده انا بقيت شرك. خلاص يا شاهين اطمن بقى شرك. ماشي يا شيري. اعمل اللي انت عايزاه. بس انا ليا حساب تاني معاكي بعدين. قوم معايا يا حبيبي. حبيبي؟ ايه؟ انا مالي؟ انا ما هي اللي قالت. ولا ياك تغير اللي اتفقنا عليه. شرك. أكيد فيش. يلا حبيبي يلا روح. يلا حبيبي يلا. طب أنا مش ماشي يا شيري وهفضل قاعد. مش فارقة معايا، دي حاجة ترجع لي براحتك. اللهم صل على النبي، حضرتك قادرة. بونوي بونوي. جود لك. جود لك. اهدى بقى. طب مفيش دم خالص. اهدى بقى. مش قلت اهدى. تعال نشوف بره.